السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا برنامج اسمه جيبريف. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بينظم المراجع اللي بتستخدمها في البحث العلمي بتاعك. ممكن تكون انت بتعمل بحث في مراجع كتيرة، وممكن بعد ما تعمل بحث وتقدمه تفاجأ يقول لك ان انت مش كاتب المراجع بشكل اكاديمي او بشكل علمي، والبحث اترفض او في مشكلة او في اي اخطاء او انت مش مظبطه. فالبرنامج ده بيظبط لك الموضوع دوت. اهو الموقع اسمه jbrief.org، تقول له داونلود، هيروح مع جالك هنا تقول له ايه، اعمل لي داونلود اخر اصدار. تمام، بيقول لك بقى انت عايز ويندوز ولا ابل ماكنتوش ولا لينكس ولا ايه بالظبط، فبتختار الاصدار اللي انت عايزه. البرنامج ده مجاني وما فيهوش اي مشاكل خالص، وشغال زي الفل، ومش محتاج لك راك ولا باسورد ولا ان انت تدفع فلوس. تمام، طيب البرنامج شكله ازاي؟ البرنامج اهوت. تمام، تقدر تقول له انا عايز اعمل مرجع جديد، فبيقول لك انت عايز ارتكل ولا انبوك ولا بوك ولا بوكليت، زي ما انت عايز. اقول له مثلا ارتكل، فيقول لي طب اكتب اسم الكاتب بتاع المقالة، عنوان المقالة ايه، عفروتو، طيب الجورنال السنة اللي اصدرت فيها، اقول مثلا 2015 قبل الميلاد مثلا. الاوبشن فيلد في بعض الخانات ممكن تملاها، نمبر، المانث، النوت، الاي اس بي ان، الجنرال. كده انت عملت ايه؟ المرجع بتاعك. تمام، عايز تقول له بقى عايز الغيه، رايت. طيب دلوقتي ممكن اقول له بقى انا عايز احمل حاجه معينه، وليكن مثلا موقع سكولر جوجل، ادور على اي كتاب واقول له انا عايز احمل من الموقع دوت، او موقع بوك جوجل. اي كتاب انت تختاره، بتيجي على اباوت ذيس بوك وتقول له من هنا انا عايز احمل بقى الاكسبورت مثلا بتاع الاند نوت او بتاع البيبتكس. هو البرنامج بيقبل الامتدادات كلها، فاقول له حملهولي اي ان يو او الامتداد دوت او ده. تمام، اجي انا في البرنامج هقول له انا عايز ادخل مرجع كمان، وهقول له امبورت انتو كارنت داتابيس، وابدا اختار الملف بتاعي، وليكن مثلا الملف دوت اللي هو ار اي اس. تمام، فبيقول لي الملف ده الكاتب وتاريخ النشر واسم الكتاب وكل حاجه، فبقول له اوكي خلاص بقى عندي المراجعه اهيت. تمام، اقدر استعين بيها في اي بحث.